يا مساء الخيرات حبايبي ومتابعيني، اليوم أنا وأنتو في الولايات المتحدة راح نحكي قصة فتاة عمرها 18 عام، راحت في سيارتها من مدينة لمدينة، اختفت، تم العثور على جثتها بعد أسبوع في واحد من الأنهار. احتاج حل لغز هاي الجريمة، 14 عام، تفاصيل مثيرة لا تفوتوها، لكن كالعادة بعد الفاصل. خلاله حبايبي اللايك، الاشتراك في القناة، نشر رابطها، نسمع. ونبدأ بالتعرف على هالفتاة الجميلة الموجودة أمامنا، ليسا كمل، واللي هي مواليد 18 جولاي من عام 1969 في بلدة صغيرة من بلدات تينيسي اسمها كوفينغتون. ليسا في العام 1972 أفراد عائلتها بروحوا على بلدة أخرى اسمها بيلينغ. هي كان لها تنتين من الأخوات أصغر منها، شاركت والدها والدتها في رعاية أخواتها. كان معروف عنها إنه هي شخصيتها قوية، يعني من هدول اللي يعتمد عليهم. هالفتاة الجميلة اللي كانت تساهم في تربية أخواتها أيضا كان عندها بارت تايم جوب، هي كانت تعمل في واحد من المطاعم. تخيلوا قبل ما تنهي المرحلة الثانوية بيكون عندها السيارة الخاصة فيها، اشترتها من توفيرها خلال فترة العمل، بتشتري سيارة هوندا سي ار اكس. وما تتخيلوا فرحة هالبنت بسيارتها، بتكتب على لوحة الأرقام كلمات اللي هي ليتل مس، الآنسة الصغيرة. بتعرفوا في أمريكا مسموح بكتابة بعض الكلمات على اللوحات، حلوة الفكرة. هي حبت هاللقب لأنه أفراد عائلتها، والدها، والدتها، أخواتها كانوا ينادوها ليتل مس. هلا بتخلص، بتعرفوا، الهاي سكول، هي بتكون مصرة إنه تستمر في العمل بنفس المطعم. والدها، والدتها بيكونوا معترضين، بدهم إياها تروح كوليج تدرس. هي خلاص بتتخذ القرار. هلا في النهاية بصير بينهم زي اتفاق انه هالعام كملي في المطعم، خلال هالعام يعني فكري في مشروع انه ترجعي وتكملي دراستك الجامعية. هي كانت تعمل في مطاعم أربيز المعروفة في مختلف أنحاء العالم. والدتها أيضا كانت تعمل مديرة إقليمية في هاي المطاعم. هلا بفترة من الفترات بيعرضوا عليها وظيفة جيدة في مجال الإدارة لكن في مدينة أخرى. هي تخرجت من الثانوية في العام 1987، هلا هي عمرها 18 عام، بيعرضوا عليها فرصة عمل جيدة لكن على بعد 900 ميل تقريبا من أفراد العائلة. ما بتتردد أبدا، البنت شخصيتها قوية جدا. ليسا تبدأ العمل في ضاحية من ضواحي دنفر، والدتها تروح تزورها من فترة لأخرى، هي تروح تزور أفراد العائلة أيضا من فترة لأخرى. تواصلها مع أفراد العائلة كان جيد، يتحدثوا يوميا. وحابة أنبه هون إنه المسافة بينهم 900 كيلومتر ومش مايل. المهم إنه والدتها من فترة لأخرى بحكم طبيعة عملها تروح تزورها. في النهاية البنت بتستقر، بتستأجر منزل، بتبدأ تتعرف على أصدقاء، أيضا بتعمل علاقة جيرل فريند بوي فريند، بتعرفوا ما بيطولوا ابدا، مع شاب اسمه اد. الصديق الجديد اد ما كان يعيش في ارورا لكن يبدو انه بيجي بزورها كثير، هو يسكن على بعد 800 ميل تقريبا. بنوصل ل 25 مارس من عام 1988. بهاي الفترة هالبنت اللي هي ليسا في قمة سعادتها، لأنه هي بدها تاخد البوي فريند إد، تروح تزور أفراد عائلتها في بيلينغ، تعرفهم على بعض. هلا هو بعيش في بلدة اسمها كودي ويومينغ، المفروض إنه هي زي ما نحكي في منتصف الطريق بين البلدة اللي راح تغادر
مبادرها والبلدة اللي بعيش فيها أفراد العائلة بتبدأ رحلتها. هي بتغادر أرورا الساعة 4 مساء، المفروض أنه الرحلة تأخذ منها 7 ساعات. هلا هي بتسوق لمسافة 400 كيلومتر تقريبا، بتوصل على بلدة اسمها داغلاس وايومينغ. واضح جدا أنه هي كانت تسير بسرعة مستعجلة، بدها توصل للحب بعدين توصل منزل العائلة. الدليل على ذلك أنه رجال الشرطة الرادار بيتوقف أو بيوقفها لأنه هي ماشية بسرعة 140 كيلومتر بالساعة، وعلى طول بيعطوها مخالفة بقيمة 120 دولار. هلا لأنه المبلغ كبير لازم تدفعه مباشرة، وتخيلوا عاد 120 دولار بالثمانينات الصراحة يعتبر مبلغ جيد. المهم أنه هي ما معها كاش، أكيد ما حاملة كاش. بيحكي لها رجل الشرطة أنه تروح معه حتى بتعرفوا على ATM تسحب المبلغ، وفعلا بيروحوا على مكان حتى ياخذوا الفلوس من الATM، إلا أنه هالمشين بالذات لا يدعم البطاقة اللي بتحملها. هلا المفروض أنه رجل الشرطة ياخذ هالبنت يحتجزها، لكن بتعرفوا في النهاية هو تساهل معها. بيحكي لها أنه هو رح يسمح لها تغادر تكمل طريقها بشرط أنه هي تبعت شيك بقيمة المبلغ على مركز الشرطة. وبتركب ليسا سيارتها وبتتوجه نحو المدينة، المفروض أنه تأخذ معها كمان 4 ساعات. هلأ الصديق بينتظر بينتظر، بتتأخر بينام، يعني شو بده يعمل؟ نام. في صباح اليوم التالي الساعة 7 بيصحى من نومه ما إجت الحبيبة، وبتعرفوا عاد ما في هواتف خليوية ولا موبايلات، ما في مجال يتواصل معها أبدا. بيبدأ يتواصل مع رجال الشرطة، بتعرفوا البلدات اللي مرت عليها، يحاول يعطيهم معلومات هالبنت إنه المفروض إجت على مدينته، لكن رجال الشرطة بيرفضوا أنه يعملوا قضية اختفاء لأنه هي عمرها 18 عام وما في مجال أمامه لأد أنه إلا أنه يتواصل، بتعرفوا مع الناس اللي بيعرفهم أصدقائها، مديرها في العمل، وحتى أفراد عائلتها، والدها والدتها ما بيكونوا بالبيت. لما يرجعوا على البيت بعد عدة ساعات بينتبهوا أنه يعني في كثير مكالمات واصلتهم، على طول بيحسوا أنه في شيء غلط. بتعرفوا العديد من أصدقاء هلاليسا بدوا يتواصلوا مع أفراد العائلة يتأكدوا إذا هي إجت على البيت أو لا. هلأ في البداية الوالد الوالدة بيحكوا هي متعودة على السفر في هاي الطريق، ما بيكونوا خايفين أبداً، إلا أنه لما يمر عدة ساعات بيبدأ الخوف. بيتواصلوا مع إد اللي مباشرة بيروح على أفراد العائلة، المفروض أنه هو يكون معه صديقته، لكن للأسف الشديد أول لقاء له بأفراد العائلة بدونها. بيبدوا هم عملية بحث لأنه بتعرفوا رجال الشرطة بيحكوا لازم يمر 72 ساعة. والد ليسا بيستأجر طيارة صغيرة، المفروض أنه هي تمشي أو تطير في الأماكن اللي بتمر منها هاي البنت، الهايويز الموجودة في الطريق. بالإضافة لذلك هو بيركب سيارته بيبدأ يروح على الطرق اللي مرت فيها هاي البنت، أيضا بيتواصل مع محقق خاص. هالرجل واللي له علاقاته مع رجال الشرطة في النهاية بيقنعهم انه ياخذوا طلب افراد العائلة بانه هي فتاة مفقودة. اخيرا رجال الشرطة بيشاركوا في عملية البحث. ما تتخيلوا عمليات البحث اللي بيعملها رجال الشرطة افراد العائلة، الا انه ما بيتم العثور على اي اثر لهاي البنت او حتى السيارة. المعلومة الوحيدة اللي بيعرفوها انه هي تم ايقافها من قبل احد رجال الشرطة، انه هي فقدت بين مدينة كودي والمدينة الاخرى اللي هي داغلاس. لكن احنا بنحكي عن مساحات ضخمة جدا، مسطحات مائية، في عندي غابات، ما بتكون عملية البحث سهلة وما بنوصل لاي نتيجة. بمر 8 ايام على الموضوع، على اختفاء ليسا.
بتاريخ 2 ابريل بيوصل على رجال الشرطة اتصال من احد الاشخاص واللي كانوا يصيدوا، بيحكي انه هو انتبه في مياه النهر في منطقة كاسبر ويومينغ بالمناسبة. كان يصيد انتبه على جثة موجودة في المياه على وجهها، هو كان سامع انه هم يبحثوا عن فتاة مختفية، على طول اجى على باله ممكن تكون هي، تواصل مع رجال الشرطة. مباشرة بيوصلوا رجال الشرطة بياخدوا الجثة على الطب الشرعي، بيتم التأكد وللأسف إنه هي جثة ليسا. الطبيب الشرعي بيحكي إنه هاي الفتاة توفت بعد 6 أيام على اختفائها، يعني هي كانت رهينة على مدى 6 أيام، وشوفوا عاد شو صار في هاي الفترة، الكثير من العذاب. الطبيب الشرعي بيحكي إنه هي توفت من يومين فقط، خلال الفترة الماضية كانت تتعرض للعذاب، في عدة جروح في جسمها، في عدة طعنات، على الأغلب إنه تم رميها من أعلى الجسر الموجود في المكان، هي كانت فاقدة للوعي، رماها في النهر. وحتى يتأكد رجال الشرطة من هاي المعلومة بروحوا على الجسر، بينتبهوا إنه فعلا في آثار دماء موجودة في المكان. الطبيب الشرعي بيأكد إنه هي تعرضت للاعتداء، بيتم الحصول على عينة بيولوجية، لكن إحنا وين والدي إن إيه وين؟ طبعا هو الدي ان ايه كان موجود، لكن ما كانت الامور سهلة. على كل الاحوال بيخطر على بالهم فكرة ذكية جدا انه الشخص الجاني هو من اهل المنطقة، لانه بتعرفوا الصعود على هالجسر ما كان بطريق مباشر، في زي طريق جانبي ما بيعرفه الا اهالي المنطقة. هم بيبدوا يفكروا انه هالجسر اللي الدخول له من طريق يعتبر جانبي، بتعرفوا اشجار، منطقة غابات، الجسر غير مستعمل بالفترة الحالية، اكيد الشخص اللي دخل بيعرف انه هو مكان مناسب معزول لرمي جثة. بيبدوا يبحثوا مرة أخرى عن السيارة في المكان، ما في إلها أثر تماما، كأنه اختفت تحت الأرض. بيبدوا يعرضوا السيارة، صور هاي البنت على التي في، ما تتخيلوا شو أخذت صدى واسع هاي القضية. الغريب إنه بتبدأ توصل عدة مكالمات من ولايات مختلفة، كلهم بيحكوا إنه شافوا سيارة بمواصفات سيارتها لليسا موجودة في ولاية، في ولاية أخرى عليها كلمة ليتل مس، كأنه هي انتشرت في كل ولايات العالم، أي عالم، أمريكا، وحتى إنه هي راحت على كندا. تخيلوا إنه 5 من هاي المكالمات بتيجي من مدينة كاسبر اللي وجدت الجثة فيها، بيحكوا إنه هم متأكدين بإنه شافوا هاي السيارة بهاي اللوحة، واضح إنه ليسا الموجودة في هاي السيارة بتاريخ 26/27 مارتش. واحد من الشهود اللي اتواصلوا من مدينة كاسبر بيحكي إنه هو شاف رجل بجانبها، لكن ما تم التأكد من هاي المعلومة. رجال الشرطة في حيرة من أمرهم، يمكن صار معها شيء، ما عرفت تتواصل مع أفراد العائلة، بعدين تم اختطافها. بناء على معلومات الشاب اللي حكى انه هو شاف رجل بجانبها بيرسموا 7 سكتشات تقريبا، ما بعرف ليه 7، يمكن هو ما كان متأكد من بعض المواصفات، بينشروها لكن ما بتكون مفيدة أبدا. هلا رجال الشرطة بيبدوا يحكوا ماشي الحال، هو في حد اختطفها، بدأ يتجول بسيارتها، لكن ليش هي كانت تتجول في منطقة كاسبر؟ الموضوع جدا محير. لكن بعد فترة بيكتشفوا رجال الشرطة انه في نفس سيارتها عدة سيارات موجودة في المنطقة، يمكن يكونوا هالأشخاص أخطأوا في هالموضوع. على كل الأحوال بيحققوا مع أكثر من شخص، أكثر من مشتبه فيه، ما بيوصلوا لأي شيء. وبعد 6 شهور بصير شيء غريب جدا، يجدوا رسالة على قبر هاي البنت مكتوب عليها إنه هو، يعني حبيبها اللي كاتب الرسالة، إنه هو يفتقدها جدا، إنه وفاتها سببت له الألم.
بينتبهوا على شيء غريب، انه الرسالة موقعة بسترينج فيلو هوك. هي شخصية تي في كانت كثير في مسلسلات بهذيك الفترة. هلا بيخطر على بالهم انه يمكن افراد العائلة الاصدقاء بيأكدوا انه ولا واحد فيهم هو اللي كتب هاي الرسالة. بيخطر على بالهم يمكن هو الشخص القاتل. ممكن. هلا بنوصل لشهر مارس من عام 1989، عام كامل على هاي الجريمة. أخيرا بيعملوا حلقة، بتعرفوا هاي البرامج الانسولفد كرايمز، بيعملوا حلقة خاصة بهالبنت اللي هي ليسا، وبتعرفوا هاي البرامج بيشاهدها ملايين من المشاهدين. بتبدأ عاد توصل معلومات كمية ضخمة جدا منها. وظيفة رجال الشرطة انه يتم غربلة هاي المعلومات. افراد العائلة، الوالد الوالدة في حالة من الغضب، بيتهموا رجال الشرطة انه هم ما ماخذين الموضوع بشكل جدي، ولأنه هم في حالة من الإحباط بيبدوا يطالبوا أنه الاف بي اي يدخل في القضية. هلا الشرف في المنطقة واللي كان اسمه رون كاتشام ما بيكون متحمس للفكرة أبدا، هو بده يحل القضية. وبالرغم من اعتراض اللوكال شرف إلا أنه بعد عام بيستلموا الاف بي اي القضية. واضح جدا أنه أفراد عائلتها إلهم تواصل مع سلطات عليا. الاف بي اي بيحاولوا انه يتعاونوا مع الشرف، بتعرفوا يعني يصير بينهم تعاون مشترك، الا انه هو بيرفض بجميع الاشكال. في النهاية الاف بي اي اخيرا بيبعتوا العينة البيولوجية على المختبرات الخاصة بالاف بي اي، وبصير عندهم بروفايل. بيبدو الاف بي اي الان ياخذوا عينات من الاشخاص زي صديقها مثلا، مع انه ما كان هو مشتبه فيه ابدا، الا انه حتى يكونوا متاكدين 100% بياخذوا منه عينه. بتكون النتيجه انه هي غير مطابقه. بيخطر على بالهم رجل الشرطه، تذكروا اللي خالفها اخذها حتى تسحب اموال، ممكن يكون هو تتبعها بعد فترة، لأنه في تسجيل بيحكي لها في جود باي، لكن ممكن بعد فترة رجع تتبعها، أخذها، اختطفها، اعتدى عليها. إلا أنه بيعطي هو عينة، بيتم التأكد أنه هو بريء تماماً. وبعد فترة بيعملوا برنامج عن اختفاء هاي البنت، لكن هاي المرة على الراديو. هون بيتصل أحد الأشخاص بمعلومة جدا غريبة، بيحكي إنه هو شاف الشرف، بتذكروا اللي حكينا عنه رون كاتشم، بيوقف هاي البنت في الشارع بيتحدث معها. عملاء الاف بي اي في حالة من الصدمة، بيبدوا عاد يجمعوا معلومات ويحللوا. بيحكوا انه هو ما خبر اي حد بانه هو شاف هالبنت، اللي هو الشرف ما حكى انه انا تعاملت معها. معلومة اخرى مهمة، هو كان رافض تعاون الاف بي اي او انه يتدخلوا في هاي القضية. بالإضافة لذلك بيعرفوا أنه بعد عامين على حدوث الجريمة هو دخل في حالة غير عادية، دايما عنده كأنه هيك بوادر أمراض ذهنية، ترك العمل في سلك الشرطة، والآن هو المشتبه فيه الأساسي في هاي القضية. بيحاولوا أنه ياخذوا منه عينة دي ان ايه، بيرفض التعاون معهم تماماً. بيبدو الآن يهددوا فيه أنه رح ياخذوا حكم من المحكمة حتى ياخذوا منه عينة دي ان ايه. الغريب أنه هو أخيراً بيعطيهم العينة، لما يفحصوها غير مطابقة. عملاء الاف بي اي بيكونوا بحاله من الصدمه، طيب ما دام انت ما الك علاقه بالجريمه، ليش رفضت تعطي عينه دي ان ايه؟ هلا زملائه بيحكوا انه هو طول عمره بهاي الشخصيه، بيتصرف بطريقه غريبه، واضح انه غير مستقر ذهنيا، شارك في حرب فيتنام، اموره غير جيده. بنوصل لعام 1992 بدون أي جديد في هاي القضية. بيرجعوا بيدرسوها مرة أخرى، بيبدوا يضعوا فرضيات نظريات، بيحكوا إنه على الأغلب ممكن يكون أكثر من شخص شارك في العملية. هو خطفها، اعتدى عليها، قتلها،
في رجل آخر ساعده على التخلص من السيارة. الاف بي اي بيحكوا انه اختطافها صار اما في محطة بترول او على اشارة ضوئية. نووي انه تكون هي توقفت حتى تاخذ بعض الاشخاص او تركبهم معها، لانه هي كان معروف عنها انه هي حذرة جدا. أفراد عائلتها بأيدوا هاي الفرضية، لأنه في مرة من المرات صار معها مشكلة بالسيارة، توقف أحد الرجال حتى يساعدها، ما بتفتح باب سيارتها أبدا، بتتحدث معه بس هيك بتنزل الزجاج يعني شوي حتى تتحدث معه، واضح جدا إنه هي حذرة. ومع ذلك ومع كل هاي التحليلات إلا إنه القضية تتحول إلى قضية باردة. بنوصل للعام 2002، 10 سنوات قضية باردة. في هالعام وفي شهر جولاي بيرجعوا بيفتحوا القضية مرة أخرى، بيضعوا بروفايل الدي ان اي في السيستم اللي يخص الاف بي اي، وبتكون المفاجأة. العينة هي مطابقة لرجل عمره 59 عام اسمه ديل وين ايتن. المفروض انه هو بالفترة الحالية موجود داخل السجن. هو تم القبض عليه في عام 1997. سيدة مع زوجها ابنها بيكونوا في سيارتهم في مناطق ويومينغ، بتتعطل السيارة على طول بيقترب منهم هالرجل حتى يساعدهم. تخيلوا هالرجل الخبيث شو بيعمل، بيحكي لهم انه المشكلة اللي بسيارتهم ما في مجال لإصلاحها بالمكان، لازم يروحوا على مكان آخر زي محطة تصليح سيارات. بيعرض عليهم انه ياخذهم بسيارته. الزوج الزوجة الطفل بيوافقوا، بيصعدوا في البان اللي يخصه. خلال الطريق بيبدأ يحكي لهم انه هو تعبان نعسان بده ياخد غفوة. المفروض انه هو ماخذهم على محطة تخصه لأخوه. هلا بيحكي للسيدة انه انت تولي القيادة. بيرجع هو على المقاعد الخلفية للبان مباشرة، بيحمل بندقية، بيبدأ يهدد أفراد العائلة، السيدة اللي بتسوق السيارة إنه تروح على طريق ترابي. هي بترفض، بتعمل حركة معينة بالسيارة، بيوقع على الأرض، بتوقع منه البندقية، وفي النهاية أكيد بدها تتوقف السيارة. تخيلوا إنه بينزل جميع الأفراد من السيارة، بيبدأ هو يهددهم باستخدام سكين. الرجل اللي هو رب العائلة مباشرة بيحمل البندقية، بيضربه ضربة قوية فيها، بياخذ زوجته وابنه، بغادروا المكان على مركز الشرطة مباشرة، بياخذوا الفان اللي يخصه. ومباشرة بتتحرك دورية شرطة على المكان، بيتم العثور عليه، بيتجول، واضح انه هو في حالة سيئة. بيعرفوا بعد فترة انه هو يعاني من عدة امراض عقلية. بيضعوه طبعا بعد ما يتم التأكد انه هو غير مؤهل للخضوع للمحاكمة، بيضعوه في مصحة لإعادة تأهيله، يعلموه مهنة اللي بيعمله انه بيهرب من المصحة. وبيتم القبض عليه بعد عدة شهور، بيضعوه داخل السجن لمدة 5 سنوات. وأكيد أنتوا عارفين بهاي المرحلة بدوا ياخدوا عينات دي ان ايه يضعوها في الداتابيس اللي تخص الاف بي اي. في النهاية من خلال هاي العينة هاي الحادثة بيتم التعرف عليه. كان عمره بالفترة اللي نفذ فيها جريمة مقتل ليسا 43 عام. هو كان يسكن في منطقة قريبة. هلا بيبدوا عادي يبحثوا في ماضي هالرجل، وبيعرفوا انه اول جريمة نفذها كان عمره 16 عام. واسمعوا شو الجريمة اللي بيعملها لما يكون عمره 16 عام. سيدة بتشتري بطيخ منه، بياع بطيخ كاين. بتعرفوا البطيخ اكيد في الخليج بسموه يح، في العراق اتوقع بسموه رقي. المهم اشترت بطيخاتها، روحت على البيت هو حامل هالبطيخات حتى يساعدها. لما راحت على بيتها اكتشفت انه خربان، ما بينفع يا ديل، ما في مجال للحوار معه. ديل على طول بياخد سكين، بيبدأ يطعن بهاي السيدة عشان البطيخ. في النهاية بيتم القبض عليه، بيضعوه في مصحة للعلاج، لأنه بيتم التأكد أنه هو يعاني من جنون رسمي.
بيتعالج لفترة، بيتم إخلاء سبيله، عادي بيبدأ من عمل لآخر، ما في مجال إنه يثبت في عمل واحد بسبب الحالة اللي هو فيها. يمكن الغريب والغريب جدا إنه هالرجل بيتزوج بيعيش مع زوجته على مدى 15 عام، عنده 3 من الأولاد، لكن عاد شوفوا كيف حياتهم دايما يضربوا بعض يأذوا بعض، في النهاية بصير الطلاق. في عام 1996 بينتقل حتى يعيش في بلدة صغيرة اسمها موناتا، المفروض إنه هي على بعد نص ساعة فقط من كاسبر. في النهاية هو بياخد باص مهجور بيعمله على شكل منزل، بيبدأ يعيش داخل الباص، لا في ماي لا في كهرباء لا في أي شيء. تخيلوا إنه كان يروح على بيت الجيران حتى يعمل شاور، تخيلوا يجي حد هيك يطرق الباب، مرحبا مرحبا أنا جاي أعمل شاور. صحيح إنه هم عندهم دليل الدي إن إيه، لكن لازم أدلة أخرى. بيروحوا على المكان اللي بعيش فيه، بيبدوا يسألوا الناس الجيران، بيخبروهم سالفة غريبة، بيحكوا لهم إنه بالفترة اللي اختفت فيها ليسا هو كان يحفر حفرة كبيرة كبيرة، بيحكي لهم إنه بده يعمل حفرة مجاري، وأكيد عرفتوا شو اللي دفنه داخل هاي الحفرة، فعلا هو دفن السيارة داخل هالمكان. وما زال رجال الشرطة يجمعوا المزيد من الأدلة خلال هاي الفترة، هو موجود في السجن ماخذين راحتهم، اللي بيعملوا إنه بيقتل زميله في السجن. وفي شهر مي من العام 2003، لا يا بتول، أبريل من العام 2003، توجه إلو تهمة جريمة قتل ليسا كامل. هو ما بقر بذنبه أبدا، بتبدأ محاكماته بعد عام. خلال هاي المحاكمات في عدد من زملاء السجن بيشهد ضده، في واحد فيهم بيحكي إنه هو اعترف إلو بجميع التفاصيل. بحسب رواية الشاهد فهو توقف على جانب الطريق أشر إلها، هي وافقت على مساعدته، بدأ يحاول إنه يتحرش فيها، رفضت الموضوع. هون عاد هو معه بندقية سلاح، بيظهر هالسلاح بيهددها، بياخدها على هالمنزل اللي هو الباص، بيعتدي عليها عدة مرات بعدين بيقتلها. أفراد العائلة بيرفضوا هاي الرواية تماما، بيحكوا إنه نو واي إنه بنتهم توقف على جانب الطريق تاخد رجل غريب، خصوصا فترة الليل. رجال الشرطة المدعي العام مصرين على رواية مختلفة، إنه تم اختطافها من محطة بترول بين كاسبر وبين المدينة اللي بعيش فيها الصديق واللي هي كودي. بالعادة هو بيروح على محطة البترول حتى يستعمل الحمام ياخد شاور، ممكن إنه هو صدف هاي البنت في هالمكان. وبتذكروا الرسالة اللي تركت بجانب القبر، هلا بيحكوا إنه ما كانت مطابقة 100% لكتاباته، ومع ذلك هم عندهم الأدلة الكافية لإدانته. المحامي بيحاول يدافع في النهاية بأنه هو غير مسؤول عن جرائمه بسبب الحالة الذهنية. وفي النهاية هو وجد مذنب بجريمة مقتل ليسا، يحكم عليه بالإعدام. هلا والدة ليسا بيرفعوا عليه قضية، بياخدوا حكم بأنه يتم إزالة المكان اللي كان يعيش فيه، أي آثار إله موجودة في المكان. بيتم حرق جميع الأشياء اللي تخصه في يوم عيد ميلادها بمساعدة دائرة الإطفاء. هلا الرجل بيكون عنده عدة محاولات للاستئناف بتفشل جميعها، حاليا هو موجود في السجن. آخر معلومة بحب أحكيها إنه في عدة جرائم صارت في هاي المنطقة بالذات اللي كان يعيش فيها ديل، احتمال يكون هو واحد من القتلة المتسلسلين. ما زال البحث في هالموضوع جاري. إلى اللقاء في فيديو قادم.